خلينا إن شاء الله ننتقل إلى فقرة قادمة بإذن الله، ونتحدث حول مادة الكلور في فقرة لحظة انتباه إن شاء الله. إذن اليوم مشاهدينا الكرام راح نتحدث عن مادة الكلور، وهي مادة لا يجوز خلطها مع أي مادة أخرى. فالمادة المبيضة لا يجوز خلطها مع أي مادة أخرى، وعادة ما تحمل هذه المادة تحذيرا هاما بعدم خلطها مع غيرها، وينتج عن خلط المواد المبيضة مع المنظفات الأخرى مثل منظفات الفرن والأثاث النوافذ بخار الكلور، وهو غير أمين والذي يسبب أعراضا خطيرة كالغثيان، ضيق التنفس، وحتى الالتهاب الرئوي. طبعا مادة الكلور احنا مثل ما نقول نسميها هو القاصر، خلي شوي اوضحها اكثر. القاصر ما يجوز خلطه مع اي مادة اخرى، يعني اتمنى من مخرجنا العزيز اليوم ولو تعبناه يعرض لنا هذه الصور اثناء حديثي. مادة الكلور مثل ما توضحت عندكم هي صارت اليوم احنا نسميها قاصر، لكن اصبحت اليوم اسماء كثيره ومستحدثه، لكن هو يبقى مادة الكلور ماده واحده، ما يجوز خلطها مع اي ماده اخرى، خاصه وعن تجربه شخصيه لا يجوز خلط ماده الكلور مع الفلاش اللي نعرفه كلش تنظيف الحمامات والسيراميك، يعني راح ينتج فد غاز خانق جدا، صح، ويؤدي ريحته يعني مؤذيه وتسبب يعني نعم نحكي عن تجربه شخصيه، نعم. ما كنت اعرف بهاي المعلومات، لكن الحمد لله اليوم احنا يعني توسعت نظرتنا لهاي المعلومات، صح. واصبح عندنا المام، فشوفين حلو الانسان مجرب تجربه حلو ينقلها للغير، حتى الغير يستفاد منه وما يوقع بنفس الخطأ اللي وقعنا احنا به. صحيح، إذا ربات البيوت لابد أن ينتبهون لهذه المعلومة. الكلور يستخدم كمادة على حدة، سواء للملابس أو أحيانا بعض يستخدمها للأرضيات أو أيا كان استخدامها، لنخلطها مع أي مادة أخرى منظفة. وصل ليلى الكلور حتى واحدة تكون ريحته شوية قوية، نعم، يعني فشوفين احنا من مثلا ننظف الحمامات السيراميك نلبس فت كمامة حتى أو نلبس الكفوف، نعم، حتى لا تتأذى إيدنا ولا أثناء استنشاق بخار الكلور يؤذينا. مجرد يصير على البشرة ممكن أنه تتأذى البشرة بنفس الوقت، فكيف إذا كان استنشاق وتتفاعل هذه المواد وتسبب لنا مادة خانقة. إن شاء الله. إذن خلينا إن شاء الله ننتقل معكم مشاهدينا وناخذ رأي زميلنا كرار بمادة الكلور وخلطها، ومن ثم ننتقل إلى نشرة الطقس. صباح الخير والعافية كرار. صد الله صباحك ليلى، تحية طيبة، صد الله صباحك. صباح الخير، صباح العافية ليلى. سألتك سؤال هو التبعيد عنه، هذا السؤال هو ربات البيوت بس يجوز عندك المام بهذا الموضوع، يعني تحدثنا اليوم عن الأهل مثلا أي مادة الكلور مع أي منظف آخر راح يسبب فد غاز يؤدي لا سامح الله إلى الاختناق، إلى الالتهاب الرئوي، فهذه المعلومة يعني إن شاء الله الكل يفهمها. سامع على يعني هيك معلومة في احدى يمكن الندوات التي اقامتها مديريه الدفاع المدني قبل عده سنوات، حضرنا هذه الندوه فكان تنبيه بشكل عام عن خلط هذه المنظفات مع بعضها، تولد غازات سامه وكذلك تؤثر على الجهاز التنفسي بشكل عام. اجريت لقاء مع احد الاخصائيين الاطباء المختصين في مجال أمراض الجهاز التنفسي، أكدوا بأن هذه المواد خطرة جدا، نعم، في حال استنشاقها مع بداية التفاعلات. الصحة والسلامة للجميع. الجميع إن شاء الله.